هاي يا حلوين، اكيد اشتقتوا لي ما هيك؟ اليوم عملت لكم ميك اب كثير سهل وبرونزي، وفيكم تحصلوا عليه كلياته. يعني ما ضروري تجيبوا كل شغله من ميل، كلياته وان براند افوردبل وكثير سهل. اذا حابين تشوفوا كيف عملته بليز خليكم عم تحضروا. هبلش استعمل فاونديشن مات من لوريال اسمه انفاليبل. سو هذا الفاونديشن بيجي فول كفر وكتير منيح للي وجهه بزيت كتير لانه فولي مات. هستعمل هلا كونسيلر فيت مي من ميبيلين. حثبت هلا تحت عيني بهيدي الباودر من لوريال. كتير حلو هالباودر لانه كتير خفيفة، ما ببين انه كأنه حاطين باودر، يعني بس بثبت. هعلم حواجبي هلا بالميبيليل توتال تنتيشن. كتير حلو هيدا القلم لانه كتير خفيف وبيساعدكم تعملوا شعر اشعره. اول شيء عيني رح احط لون انتقالي بيج، وبعدها بنتقل بستعمل هودي الباليت اللي بقلبهم الشمري. وهلا حاستعمل ايلاينر من ميبيلين. هذا الايلاينر كتير هين للي ما بيعرف يعمل ايلاينر، كتير بتساعده لانه بتيجي كتير هيك مروسة. حكبس رموشي هلا بماي فيفورت ماسكارا من لوريال اسمه بارادايز. حاستعمل زيت اللون البرونز استعملته فوق، رح استعمله من تحت. شو حلو هاللون. حاستعمل لون الاحمر بقلب عيني. هاستعمل هلا اللون الفاتح الشمري بيجي، رح احطه على دمعة العين وتحت الحاجب. هعمل هلا كونتورينج بالميبيلين ديو ستيك. وفوق الكونتورينج رح استعمل هيدا البرونزر كمان من لوريال. وحاستعمل بلاش من لوريال اسمه روز وود، بيجي روز. وهلا رح احط لي بلاينر، رح احطه كتير غامق لانه بدي فتح باللبستيك. حاستعمل هيدا اللبستيك الشوكليت اللي نازل جديد من لوريال، كتير حلو وريحته كتير حلوه، لونج لاستينج وبيضاين كل نهار. وهلا هيدا حاستعمله هايلايتر عدمة الخد. فيكن تمدوه باصبعكم، فيكن ترجعوا تعملوا بالبيوتي بلندر. وهلا حاستعمل الستيك هايلايتر كرمال تقدروا تشوفوا الاثنين هايلايترز، رح استعمله على راس منخاري. سو
سو هيدا هو اللوك. بس اذا حابين يداين اكثر وهيك يعطي فيلفت فينيش للبورز فيكم تستعملوا هذا البرايمر من لوريال، كمان كتير منيح، بتبلشوا فيه قبل ما تحطوا الفاونديشن. سو كل هودي البرودكتس صار فيكم تلاقوهم بلوليا كلازت تحت اسمي جلامد باي مايا، ولكل متابعيني صار فيكم تستعملوا كود تبعولي لتاخذوا ديسكاونت عليه، والكود هو جلامد 10. وهيدا هو كان اللوك لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. باي.